جاي يطلب سارة. يخرب بيته، اتجنن في عقله ده ولا ايه؟ والله ما انا عارفة مين فيهم اللي اتجنن، هو ولا هي. ايه قصدك تقول يعني ان سارة وافقت عليه؟ بس يا منصور انا ما بقتش فاهماها من ساعة ما سابت شغلها في الاتيليه ده وهي مش على بعضها، واللي كمل عليها سفر عيسى. والكلب ده اللي اسمه ياسر ده استغل الظروف وجه عشان يصطاد في المال عكره، فاكرت من عيسى مسافر مش هيلاقي حد يقف قدامه. لا انا بقى هعرف ازاي اربيه من الاول وجديد، هرجعه من اول الخط، هطوقه وادفعه الثمن غالي. لا يا منصور خليك انت بعيد. ايه عايز انا اقف اتفرج عليه وهو بياخد ساره من عيسى؟ مش هيحصل. طب ازاي؟ أنا بقى حطيت له العقدة في المنشار، قلت له مفيش كلام في الموضوع ده غير لما تجيب أمك تيجي تطلبها رسم. طب افرضي أمه وافقت تيجي؟ لا يا منصور مش هيحصل، اللي زي دي ما تحبش تجوز ابنها من اللي زينا. أهو ده اللي كنت خايفة منه. ماما سارة بنت كويسة. وأي بنت كويسة نروح نخطبها حتى لو ما تنفعكش؟ ليه ما تنفعنيش يا ماما؟ ليه؟ واحدة زي دي عايشة طول عمرها في الفقر والذل، هتعوز ايه من واحد زيك؟ لو حضرتك عرفتها كويس رأيك فيها هيتغير. مش هعرفها ومش هديها فرصة تضحك عليا زي ما ضحكت عليك. على فكرة هي ما ضحكتش عليا، أنا حبيتها. ده بيتهيألك. حضرتك اللي بيتهيألك، بدليل إن أنا عمري ما جيت لك قبل كده قلت لك أنا بحب أو عايز أتجوز. هعمل نفسي ما سمعتش لحد ما تفوق من الوهم اللي أنت فيه. ده مش وهم، مش وهم. وبعدين أنا مش فاهم، مش أنت كنت هتموتي عشان أتجوز؟ تتجوز واحدة مناسبة ليك. ماما انا مش عايز اعمل اي حاجه من وراكي. ماما انت حاطه شرط ان وانا بتقدم تبقي انت معايا. لا والله كمان شرطين ان انا اروح معاك اخطبها. طب ايه رايك؟ مش رايحه ومش هحط ايدي في ايد ناس زي دول. ماما اسمعيني لو سمحتي. حاسب بقى ولا ماما ولا غيره شيخ. ما قلتليش يعني ان انت جاي النهارده. كنتش متاكد ان انا جاي، طلبت للشهاده في قضيه نعيم وكنت شايف ان هو مشوار بعيد قوي من سفاجه لحد هنا. وليه غيرت رايك؟ محامي نعيم جالي الاوتيل في سفاجه وعرض عليا نص مليون جنيه عشان اغير شهادتي. وهتعمل ايه؟ انا عملت خلاص، انا لسه جاي دلوقتي من المحكمه. شهدت في صفه؟ لا طبعا، شهدت باللي شفته. يبقى مش هيسيبك في حالك يا عيسى. عايز انا اخاف منه واخده بربنا؟ ما انت ما كنتش ناوي تشهد من الاول. وانا لما عرفت انه عايزني اشهد زور صممت اجي واشهد بالحقيقه. وضيعت من ايدك نص مليون جنيه كانوا ممكن يحلوا لك كل مشاكلك. مشاكلك؟ كنا متعودين ان احنا بنقول مشاكلنا. مش فارقه بقى يا عيسى، يعني ما تمسكش في دي، المهم انك ضيعتهم وخلاص. كنت تفتكري ربنا كان هيبارك في المال الحرام؟ ده لو كانت حرام اصلا. وهي من امتى الشهاده الزور حلال؟ بص يا عيسى، نعيم كده كده هيطلع براءه بصرف النظر عن شهادتك. هو معاه محامي كبير وعارف هو بيعمل ايه. ده غير بقى ان مفيش اي دليل ان هو اللي قتل ناصر. ما كانش يحتاج ان انا اغير شهادتي. يا خلاص يا عيسى، خلاص يا عيسى، انت راكب دماغك وبتفضل تجادل. نفسي اعرف ايه اللي حصل غيرك بالشكل ده. مش عارف، يمكن ما كنتش متخيلة ان انا هتعب قوي كده. عايز انا اسيب هناك؟ لا، انت ما صدقت لقيت شغل. طيب انا راجع بكره سفاجه، هقدم تقريري لمدير الاوتيل عن كل مخالفات الحسابات اللي طلب مني ان انا راجعها، واسيبه هو يتصرف معاهم بطريقته. ده لو ما كانش واحد منهم. خلاص يبقى بلغ صاحب الاوتيل نفسه. يا دي النور يا دي الهنا. ايه ده كله يا منصور؟ ده انا لو كنت اعرف انك جاي النهارده انا كنت عملت لك قد كده يجي 10 مرات. انا فعلا وحشني اكل الفراخ ده. ايه نفسك تكاكي ولا ايه؟ عيش. ما تعرفش سارة مالها؟ مالها؟
مش عارف، حاسس انها مخبيه عني حاجه كبيره. هو انا هعرف منين يعني؟ بابا. بلا بابا بلا ماما. بقول لك ايه، انت من ساعه ما سافرت وانا قافل على نفسي. مش مصدقك. بقول لك بص، من الاخر كده لو عايز تسال عن اي حاجه روح اسالها هي، لكن انا مستحيل اقع بلساني واقول انها مثلا. ايوه. انها ايه؟ انها ايه؟ ايوه انت كنت هتقول انها ايه؟ انا قلت انها؟ انها يعني بصراحه يعني من ساعه ما سافرت يعني وانت مسافر. ايوه قول. احمدك واشكرك يا رب التليفون ده جه في الوقت المناسب. الو يا منصور. منصور اوعى تكون وقعت بلسانك قدام عيسى وقلت له ان ياسر جيت له بساره. انت اتصلتي وانا بقع فعلا. الحمد لله انا لحقتك. انا مش عايزاهم يتخانقوا مع بعض وساره تعمد معاه اكتر. لعلمك ياسر ما جيش من ساعه ما قلت له هات امك. طبعا الست مش هتيجي، يبقى ليه بقى نعمل مشكلة على الفاضي؟ طيب. مبروك، عرفت انك اشتكيت من النهارده لمدير الاوتيل. انا ما اشتكيتش حد، انا عرضت عليه الفواتير المشبوهه اللي اتقدمت لي واللي طلب مني ان انا اعتمدها. انا مديرك المباشر، وكان المفروض لو لقيت فواتير زي دي تعرضها عليا انا الاول. طب ما انا قلت لك وانت ما صدقتنيش، او يمكن ما كنتش عايز تصدقني. وبعدين انت لو شايفها فواتير مظبوطه كنت اعتمدتها انت. بس ده شغلك انت بتعتمدها وانا بمضي وراك. وانا ما قدرتش اتحمل المسؤوليه دي. انت فاكر انك كده حليت المشكله؟ المدير بقى هو اللي حلها مش انا. يومين ثلاثة بالكتير وهتعرف انك عكيت الدنيا، بس عكيتها على دماغك انت لوحدك مش على دماغنا احنا. انت عيسى؟ خايفه تردي طبعا عشان انت قاعده معايا. لا مش هرد عليه عشان ما بقاش في حاجه اقولها له. اوكي. عرفت ان هو كان هنا قريب. صحيح. جه عشان يشهد في المحكمه ضد نعيم. اتقابلته؟ نص ساعه تقريبا. طيب. عارف بقى ان انا تقدمت لك؟ لسه. خايفة منه؟ قلتلك قبل كده ما تخافيش طول ما انا معاكي. بس انت لسه ما بقتش معايا. انا عارف ان هو اتأخرت شوية في الرد. مكسوف تقول انها رفضاني؟ لا مش بالظبط، بس تقدري تقولي ان هي اتفاجئت. كمل. اتفاجئت ازاي انت عايز تتجوز واحدة زيي؟ على فكرة معذورة وعندها حق، عشان هي لسه ما حبتكيش زيي. طيب بس انا امي بدات تفهم ان اهلك مش موافقين. طيب انت فاهمها ان هي مستنيت وقت مش اكتر، وبعدين مش كل اهلي مش موافقين. رانيا اختي معايا جدا وعماله بتضغط معايا الماما عشان تقتنع. رانيا؟ ايوه رانيا. ليه مستغربه؟ رانيا اكتر واحده في العالم يهمها ان احنا اتنين نتجوز، عشان عيسى يفضلها لوحدها. ايه هو الموضوع لسه فارق معاكي؟ لا مش فكرة كده، أنا بس ما مستغرباك يعني إزاي مش فارق معاك حاجة زي دي؟ لا مش معنى إني عارف يبقى أنا موافق. طبيعي الواحد بيقابل حاجات في حياته كده يحاول ياخدها لمصلحته ويستغلها. يعني أنت بعد ما هنتجوز مش هتسيب عيسى يتجوز رانيا صح؟ على جثتي. ليه؟ ما رانيا نفس ظروفك وعيسى نفس ظروفي. أيوة يا سارة، بس الفرق كبير أوي. قوي
أنا هشرف عيلتكم، وأكيد أنا مش داخل أتجوزك عشان طمعان فيكي. شايف إن عيسى طمعان في رانيا؟ أكيد هيلجأ لها بعد ما تسيبيه، وساعتها للأسف هلاقيني واقف قصاده. بس أنت طبعا مش مفهم رانيا ده دلوقتي. مع الوقت هتعرف وهتفهم كل حاجة.